تاع العقيقه تاع تاع الحفيده ديالي اللي ربي كرم الابن تاعي بهذا البنت وبهذه المناسبه جيت انا من المغرب باش نحيو هذه السنه. جيت من المغرب نحضر في بروكسل الحفيده ديال ولدي امين الله يحفظه ومرته الله يحفظها، ونشكر كاع اللي هنايا حضروا في هذا الحفل، نشكرهم صغير وكبير. ومن هذه المناسبه تنوجه الشكر ديالي الجزيل اولا للمنظم سي ميلو جلول على هذا الحفل ديالو وهذا التنظيم وجميع المقاييس. الحفلات اللي كدوز هنايا في بلجيكا المغربيه كدوز معتبره بحال حنا في البلاد الحمد لله بوجود الاصدقاء والعائله والاقارب الحفلات المغربية في أوروبا كتدوز في واحد الأجواء عائلية، واحد الأجواء المبهرة لا من ناحية الاستقبالات ولا من ناحية التنظيم. الحمد لله اليوم هنا موجود نفس الشيء من ناحية الديكور، الجوق، اللباس التقليدي المغربي كنوجدوه هنايا، الأكل، الحمد لله كل شيء موجود تبارك الله. كل حاجه وعندها النشاق ديالها، كل حاجه وعندها في المغرب ربما هناك عائله اكثر، عائله كبيره، هنايا ربما كتقتصر على عائلات اصدقاء والعائله المقربه الى غير ذلك. بالفعل في المغرب هناك جو العائله اكثر من هنايا، حيت كانت مع الوالدين ربما العائله كبيره بزاف، من هنا كتنحصر غير في الاقارب اللي والاصحاب، نعم اصحاب والاقارب اللي قرب لينا. الله اكبر على السبيله.